السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من قناتي دودي كيتشن. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الكبدة الاسكندراني بالطريقة الأصلية وبطريقة سهلة جدا. معايا نص كيلو من الكبدة متقطع زي ما انتم شايفين كده، شايفين متقطع شرايح رفيعة كده وطويلة. أنا بقول الجزار يقطعهولي كده، وعندي كمان التوابل بتاعتي بتاع التتبيلة بتاعتها. عندي معلقة من الثوم المفروم او فصين كبار يعني مفرومين، وعندي نص معلقة كزبرة، نص معلقة بهارات لحمة، نص معلقة فلفل اسمر، وعندي نص معلقة كمون، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة بصل بودرة. انزل بيهم كلهم على الكبدة. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من الخل. معايا كمان عصير نص ليمونة كبيرة. هبدأ اقلب بقى البهارات والمكونات دي كويس. بعد ما قلبتها هسيبها على جنب لمدة نص ساعة. الكبدة متاخدش تتبيل كتير، يعني بتاخد من التتبيلة بسرعة وبتاخد من طعمها بسرعة، فهسيبها لمدة نص ساعة وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما تبلت الكبدة لمدة نص ساعة زي ما قلنا. هبدأ انزل بيها بقى. انا عندي طاسة فيها معلقتين من الزيت، بسيبه لما يسخن كويس، وهنزل بقى بالكبدة عليه. مش هقلبها، انا هفردها بس كده في الطاسه عشان انا عايزاها تحتفظ بالتوابل اللي فيها كلها عشان ما تنشفش مني. بس بفردها بس كده يعني تاخد صدمه مع الزيت اللي هو السخن قوي. انا بسخنه كويس زي ما قلنا، بسيبها بقى تاخد صدمه كده لحد ما يتغير لونها، وابدا اقلبها على الجنب التاني. عندي بقى هنا فلفل رومي وفلفل حامي، بس بصراحه ما عنديش احمر، كان نفسي يكون عندي احمر بس ما عنديش. عندك بقى اي فلفل الوان ممكن تحطيه، لو طبعا مش هحطه الا في اخر مرحله خالص لما تقرب الكبده تستوي. هسيبها بقى زي ما قلت كده لحد ما تتشمع شويه ويغير لونها، وهبدا ايه اقلبها. هي الكبده تبدا تغير لونها، هقلبها بقى في المرحله دي عادي. هي كده احتفظ بالصور اللي فيها كلها، مش هتنسى مني ان شاء الله. انا هقلبها كويس، انا هسيبها بقى على الناحية يعني بعد ما قلبتها كده على الناحية التانية هسيبها برضو تتحمر شوية. مش قادرة اقول لكم على الريحة عاملة ازاي، جميلة جدا حتى من قبل ما احط عليها الفلفل. حبايبي شفتها كده لما خدت تحميرة خفيفة كده زي ما انتوا شايفين، بحمرهاش قوي عشان متنشفش مني. هبدأ بقى في المرحلة دي هنزل عليها بالفلفل، هقلب معاها، وهسيب الفلفل مع الكبدة كده على النار لمدة دقيقة واحدة. انا مش عايزاه يستوي قوي، هسيبه لمدة دقيقة واحدة لحد ما الكبدة تاخد من طعم الفلفل كده، وبعد كده هفتح عليه. زي ما قلت لكم حبايبي، عندك فلفل احمر، عندك فلفل اصفر، اي فلفل عندك تستخدميه، حابه تستخدمي فلفل حار بس برضه ممكن. المهم في الاخر هتاخدي كبده تحفه في الطعم وفي الشكل وبأبسط طريقه زي ما انتم شايفين كده. ما خدتش معانا وقت وما فيهاش مكونات كتير. هي دي كبده العربيات او كبده الشارع الاصليه. هسيبها زي ما قلنا لمدة دقيقة وبعدين نفتح عليها. هي حبايبي الكبدة بعد ما سبت الفلفل عليها لمدة دقيقة واحدة، دبل بس يا دوب دبل، حاجة بسيطة كده بس لسه محتفظ باللون الأخضر. دلوقتي هطفي عليها كده. بقى خلصت الكبدة بتاعتنا،
دلوقتي يا حبايبي انا قدمت الكبده زي ما انتم شايفين كده في سندوتشات عيش بلدي، حابه تحطيها في عيش فينو زي ما تحبي. زي ما انتم شايفين الطريقه كانت بسيطه جدا وسهله، والطعم ان شاء الله هيطلع حلو قوي. جربوها هتعجبكم ان شاء الله، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.